حركة المرور الصباحية لليوم كثيفة وخاصة على مداخل العاصمة، بداية مع المدخل الشمالي اللي عم بيشهد حركة سير كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه نفق نهر الكلب، وبتكمل كثيفة من الضبي باتجاه النقاش انتليز سباعا حتى الدورة الكارنتينا. بوليفار سن الفيل عم بيشهد حركة سير كثيفة على إشارات جديدة الاتحاد خباز، وكثيفة أيضا من الصالومة باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الوطن. المدخل الجنوبي في حركة سير كثيفة على أوتوستراد الناعمة خلدي حتى أنفاق المطار. أما المدخل الشرقي حركة المرور كثيفة من كوع عرية باتجاه الجمهور. بالنسبة لضمن شوارع العاصمة في حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية جسر الكولا حتى نفق سليم سلام، وحركة سير كثيفة من جادة عمر بيهم باتجاه بشار الخوري حتى وسط العاصمة. أخيرا حركة سير كثيفة على أوتوستراد الياس الهراوي باتجاه ساسين الأشرفية. إجمالا هذا كل شيء لغاية. بالنسبة للحوادث اللي صار خلال 24 ساعة الماضية، تسجل 4 حوادث كانت نتيجتهم 3 جرحى ووفاة شخصين للأسف. وبالنسبة بنحب نذكر مخالفات الرادار، تم تنظيم 1161 محضر سرعة زائدة.